بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الحيان، الكاتب العام ديال جمعيه امل ارغل. احنا اليوم شاركنا في هذا اللقاء التشارك التواصلي اللي انظمته جمعيه ارميديا وجماعه ارغل وكذلك جمعيه ارغل للتنميه. طبعا الحضور اليوم كان على قبل التكوين، جينا نحضروا هذه الدوره التكوينيه اللي استدعت الجمعيه ديالنا على قبله. فعلا كانت محاضره تكوينيه، لقاء ككل ممكن كاين بعض الاخطاء ولا بعض خاصه فيما يخص البرنامج، كاين اخلاف البرنامج، كاين عدم احترام الوقت. نهضروا على البرنامج اللي خلنا فيه اخلال. مثلا حنا جينا على قبل نحضروا جوج دورات تكوينيه في هذا اللقاء، اللي منها كيفيه تدبير الشان المالي ديال الجمعيه وكذلك تدبير المشاريع. فاذا بنا كنتفاجئوا ان كاين غير محاضره واحده اللي كتخص الجانب المالي، كاين فقرات اخرى تلغاو اسباب ما عرفناهاش، اللي خلى ان الاجواء تكون مشحونه في اخر اللقاء، خاصه ان اللجنه او الجهه المنظمه دعات انها تشكل واحد فيدراليه كتجمع فيها جمعيات المجتمع المدني ديال قبيله ارغل. وهذا الخبر او الرغبه هذه ما تذكرتش في البرنامج الرسمي، هذا اللي خلى بزاف ديال الجمعيات يتخذوا موقف انهم تفاجئوا وما توقفوش على الطريقه اللي كانت باغا تنظم بها الفيدراليه. بطبيعه الحال جمعيه امل ارغل كانت من الجمعيات اللي انسحبت. جمعيه امل ارغل انسحبت ليس رفضا للفيدراليه، لكن رفضا للطريقه التي تم اختيار بها افراد او لا هكذا افراد ديال اللجنه التحضيريه لهذه الفيدراليه. ما عجبتش اعضاء الجمعيه وبالتالي انسحبوا، لان حنا جينا على قبل التكوين وجينا اللقاء التشاوري، فاذا بنا نفاجئوا ببرنامج يعني بين قوسين وضع خلف الكواليس، وربما فرض على الناس اللي اغلبيتهم ما عرفتش علاش. ممكن حنا فينا الغلط، ولكن ما تقبلناش الطريقه باش دارت هاد الامور. ابراهيم اللبان كان مثل احد ممثلي جمعيه تدريب التنميه والتضامن. اليوم حضرنا لقاء التواصل اللي نظمته جمعيه ارميديا مع يعني بشراكه مع جمعية أرغن وكذلك الجامعة القروية تغمرت، اللي يعني صراحة يعني تفاجئنا يعني بعد ما داز يعني الفترة الصباحية داز مزيان، وتفاجئنا في وراء هذا بأن الفقرة المبرمجة أو بعض الفقرات المبرمجة ما بقاتش كما كانت حسب يعني البرنامج اللي حضره، وهذا الشيء اللي خلانا أننا نتعبوا شوية، وخصوصا من بعد ما زار يعني المنظمون على يعني المسار ديال اللقاء، وبداو في يعني كيناقشوا المساله ديال الفيدراليه او ما يعني يسمى يعني اتحاد الجمعيات، وهذا ما كانش مبرمج في اللقاء. داكشي اللي خلانا اننا نعاودوا يعني خصوصا انا كندوي على راسي يعني نعاودوا نفكروا في بزاف ديال الحوايج، لاننا ما يمكنش ندخلوا في هذا يعني الكونفيغري هذه الا بعد المشاورات يعني العميقه مع مكتب الجمعيه، وحيث انا كفرد ما يمكنش نتخذ قرار ونخلي ورايا مكتب وبزاف ديال المنخرطين. وبالتالي هنا ربما اعترضت انا ك ك كراي ديالي الشخصي، هذا ما يمكنش الجمعيه طبعا، وكنتمنى مستقبلا ان بحال هذه الامور ما تبقاش توقع، خصوصا اننا جينا باش يعني على دورة تكوينية، وفي الاخر كنلقاو بان وقعوا بزاف ديال المشاكل اللي صراحة ما عجبناش الحال، ورغم ذلك يعني دوزنا الامر كأن شيئا لم يقع. واسما جمعية امل ارغل، اليوم جينا نحضروا واحد لقاء تواصلي هنا
في مركز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيد يوم جينا باش نتعرفوا على جمعيات قرين على وهذا هو الدور ديال لقاء تواصلي شركة تقريبا في المجمل تقريبا شي 50 جمعية وكانت الأمور غادة مزيان لكن في الأخير تبين اللي راه لقاء تواصلي ما تمشي بطريقة باش كنا كنا كنصبولي خاصة في الأخير منين طرحت فكرة باش تشكل فيدرالية فيدرالية يعني تشكل المشكل بالنسبة هو اللي خلى خلى بعض الجمعيات تنسحب مباشرة بعد ذلك على رأسها جمعية عمل أرغن للتنمية والتعاون في المجمل وداكشي اللي ناقش مع الأعضاء ديال الجمعية ما كانش السبب هو تكوين فيدرالية أو اتحاد جمعيات ولكن السبب اللي خلانا ننسحبوا هو طريقة باش طرحات الفكرة يعني كتجي لقاء تواصلي فإذا بك كتفاجئ بشي توصيات ما كنتيش كدير لهم حساب يعني جات شوية قاصحة وهادشي اللي خلانا ننسحبوا.